سمكه الفشوت والمناقب صديقه الهامور. اليوم بتكلم عن العنفوز. العنفوز سمكه الفشوت والمناقب، في ناس وايد ما يفضلون ياكلوها السمكه، لكن عن تجربه شخصيه شويت هالسمكه من ألذ السمك اللي كلتهم في بحرنا، لكن يفضل ان تاكلها فريش. اذا انحطت في الثلاجه فتره ما لها طعم. حجم السمكه ذي يوصل لنص ذراع واكبر. جلد هالسمكه فيه صفط، من ورا يبدا صغير ولا يوصل عند الراس يصير صفط كبار، وتقدر تلاحظ حجم الصفط وجلده خشن وايد. طريقه صيد هالسمكه تصاد بالقرقور او الغزل، لكن افضل طبخه لها ويفضل انها تكون فريش مشوي. هي شويتها تشل الجلد وتاكل منها على طول. سعر السمكه في السوق من 4 ريال ل 8 ريال، من ارخص السمك عندنا في السوق القطري. هذه السمكه ما لها موسم معين لانها موجوده طول السنه، وامكان تواجد هالسمكه في الهيرات والمناقب والفشوت وخاصه جنب الهامور. هذه سمكتنا اليوم العنفوز.